وسهلا. اهلا ما تغسبنيش الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 خاتو عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا يبقى مات، هو ده مات. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح، اتفضل سعاده الباشا. لا هنا 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 نقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني اللحمه، قطعي اللحمه. اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده، ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا، كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يفيك شر المرض. اقعدي اقعدي، ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزه. صوت يا ورده. وجدي اللي قبض على ريا وسكينه، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الافلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث امن الدوله. حق ايه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمالي ختمه وحشه لما مؤاخذه يا ابني. الاذن الوسطى بتخليني اخرف. شدني يا حضره الظابط. ان شاء الله. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها بسلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش، سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الظابط، امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه وجوهرتكم المكنونه. انت هتقول لي قصيده شعر؟ من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استاذن يا عمي، نداء الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يعني؟ قوم. لقيتوه فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. معلش معلش، أصلها رقيقة أوي، بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ أعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي، زي البق في البطانية، بس بشرفي انا ايهم بقى بقى. ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه ايه رجع ايه في الليله السوداء دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. ما تشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي ساعه الباشا يا ورده. يا باشمهندس. ايوه. طارت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه استر عليها يا حاج.